فيكم يا أهل بالإنجازات الأبطال الرياضيين، كما تعودنا على اللاعب الخلوق، لاعب الإنساني، لاعب في جميع الألعاب الرياضية والبطولات العالمية، دائما يرفع اسم الكويت. اللاعب طارق القلاف من أفضل اللاعبين، دائما يرفع اسم الكويت، وانت تستحق من عندنا كل شكر ودعم. وأنا ثاني مرة أعلق عليه، يستاهل هذا أخوي. إحنا ما نساعده وندعمه ونشجع، من يساعده؟ احنا كلنا لك، واهل الكويت كلها وياك. طارق القلاف دائما يبيض ويهن ويرفع روسنا بالميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه. اخر بطوله لعب فيها هي لعبه الاي بي، وحصل على المركز الاول بالميداليه الذهبيه بطوله كانساس في امريكا الولايات المتحده الامريكيه 2019. هذا اخر بطوله، كل الشكر يا اخوي. واحنا تبع مهرجان، انت متميز دائما، تتميز، ودائما ندعم اللي أمثالك الطيبة.